يعتبر زكريا الوحدي أحد أفضل المهاجمين في التشكيلة النهائية لمنتخب المغرب تحت 23 سنة بعدما برز بشكل كبير في الدوري الدولي الذي احتضنته الرباط مؤخرا بحضور منتخبات ساحل العاج الطوغو وأوزبكستان. وإضافة لتألق الشاب زكريا برفقة الأولمبي المغربي عقب تسجيل هدف في مرمى منتخب ساحل العاج وإهداء آخر لزميل إسماعيل الصباري، فصانع ألعاب نادي مولنبيك حاليا يقدم عروض قوية في الدوري البلجيكي بعدما أحرز 9 أهداف مقابل 6 تمريرات حاسمة في 25 مباراة خاضها أساسيا. وفي تصريحه للاعب بعد مشاركة رفقة المنتخب المغربي عبر النجم المغربي عن سعادته الكبرى بالمشاركة في الدوري الدولي الذي أقيم في الرباط منوها بالأجواء السائدة داخل المنتخب الأولمبي المغربي. وأضاف زكريا: أريد أن أقدم شكري للطاقم التقني والجماهير المغربية التي دعمتنا، إنني سعيد بالوجود رفقة منتخب المغرب تحت 20 سنة لا سيما في ظل العناية والاهتمام الذين حظينا بهما منذ التحاقنا بالمعسكر التدريبي من مركز محمد السادس. وبخصوص طموح الأولمبي المغربي في نهاية كأس أمم إفريقيا التي يحتضنها المغرب الصيف القادم، أكد الوحدي: قريبا سنلتقي مجددا لخوض هذه البطولة الإفريقية، سنبذل كل ما في وسعنا من أجل التأهل إلى نسخة باريس للألعاب الأولمبية بباريس. وخاض المنتخب الأولمبي المغربي 3 مباريات في الدوري الدولي بالرباط حيث انتصر على منتخبي الطوغو وأوزبكستان في الوقت الذي انهزم في المباراة الأولى أمام منتخب ساحل العاج بهدف لواحد.